السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد على قناتكم قناة مالك جرماني. أول حاجة راح نحكيو عليها اليوم هي هذا المرض الجديد اللي خرج هانتا هدايا، باش ما نطولوش فيه بس هذا الموضوع أنا نشوفه بزاف تافه، وبرك حبيت نهضر عليه باش ما يبداوش يهولوا فيه الغاشي، بس كان بديت نشوف بلي الناس بدات في فيسبوك الناس مازالها مخلوعة من هذا المرض اللي رانا فيه وهذه الحالة اللي أنا فيها، والناس حبت تزيد تخلع الناس على حاجة جديدة اللي يعني مالوغوزمو راهم يزيدوا فيها واحد الحوايج اللي ما كاش منهم. هذا المرض خاوتي باش نختصره لكم من الاخر قاعيتك، هذا المرض يجي من القوارض، يعني والقوارض نقصد بها الفئران بس بالدرجة الأولى. هذا المرض خاوتي يجي من اللعاب والبراز وحشاكم البول تاع الفئران، يعني يعدي الانسان الى لمس هاد الثلاث حوايج، يعني لا هاد الثلاث حوايج دخلوا في الجسم تاع الانسان. هاد المرض ما يعديش خاوتي باللمس، وكما هاد الكورونا اللي رانا فيها، هاد المرض خاوتي ما ينتقل باي شكل من الاشكال يعني باللمس، ولا يعني لو كان واحد يكون عنده هاد المرض ويخمس معاك ما راكش راح تمرض. علاش قلت لكم هاد الموضوع تافه خاوتي؟ احنا الحمد لله على نعمه الاسلام ما ناكلوا فئران، كيما نقولوا احنا ديجا حنايا اللي يشوف فار يقتلو، احنا من الاخر احنا الفار عندنا، احنا الفار حكم عليه القاضي بالاعدام في الستينات، احنا الفار كي ينشاف يتقتل، ما كاش حاجه واحده اخرى، ما نربيوهم ما ناكلوهم، الحمد لله يا ربي. الحاجه الدوزيام اللي نحكي عليها في السوجي تاع اليوم، شيخ ايطالي خوتي في عمره 100 عام، يعني 101 مرض بالكورونا وبرا منه. هاد الشيخ خاوتي عاش الحمى الإسبانية، يعني الحمى الإسبانية خاوتي هادية مرض اللي كان يمرض به هذاك الوقت، الانفلونزا الإسبانية اللي كان يمرض بها هذاك الوقت كان يموت سور بلاس. الانفلونزا الإسبانية قتلت قريب 100 مليون بشر، قتلتهم الانفلونزا الإسبانية. الانفلونزا الإسبانية ما تقدرش قاعد كومباري مع الكورونا، جات قتلت ملايين من الناس، وما كانتش في إسبانيا، سموها بالانفلونزا الإسبانية لأنه الجريدة اللي كانت تحكي عليها كانت جريدة إسبانية هي اللي كانت تحكي على هذا الموضوع. الناس كانت لا تيا بالحرب، الجريدة الإسبانية هذه كان الجرائد الإسبانية كانت تحكي على هذا الانفلونزا الإسبانية، كانت تحكي عليها بزاف بزاف، دونك سموها بهذا الاسم الانفلونزا الإسبانية. هذه يا خوتي قتلت 100 مليون بشر. واش معناتها 100 مليون بشر؟ يعني من كي جات راحت قتلت 100 مليون بشر، دونك بزاف 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 دونجي على هذا الكورونا. هذا الشيخ عاش الحرب العالمية وعاش الانفلونزا الإسبانية، وكيما نقولوا زاد دوكا مرض بالكورونا وبرا منها. وش نستخلصوا من هذا الشيء خاوتي؟ باللي كاتبات الحق واللي كتبها ربي، يعني الانسان ما راكش راح تهرب منها. وشنو تانك راح نحكيو على حاجه، الشيخ هذا علاش برا من هذه الكورونا؟ لقاو باللي المناعه ديالو قويه بزاف بزاف، دونك خاوتي كورونا هذايا يتحارب بالمناعه تاع الجسم تاع الانسان هو الاول، يعني اي حاجه تقدر كيما نقولوا حنايا تقول اي حاجه على هذا المرض. وشنو اللي مرض به ويموت واللي مرض به وما يموتش؟ الفرق بيناتهم مكتوب ربي على كل حال. وشنو مناعة الإنسان تلعب دور كبير 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 كبير، والحوايج خاوتي اللي قيقوا المناعة، ونشروا هذا الفيديو ونشروا هذا الفيديو ونشروا هذا الفيديو، بس بزاف عباد تاعنا عم بتلو المناعة تقويها بالحار ومش كيفاش يبداو غير يخلطوا على الغاشي. مناعة الإنسان أنا ما حاجة ما نعرفهاش ما نحكيكش عليها، حاجة ما سمعتهاش من مصدر رسمي ما نحكيش عليها، دونك حنا ماذا بينا اللي يعرف حاجة من مصدر رسمي يحكيها لنا. بس كشت البارح واحد مبوستي قال لهم باللي البخار تاع الماء كي تستنشقوا يقتل على الفيروس، خاطش الفيروس ما يحبش البخار، ديجا كي يدخل في نيفك راح يتفلتر ويدخل بارد. دونك خاوتي ماشي مليح الانسان باش كيما نقولوا حنا باش يتشهر ولا باش يدير بوز في حاجه يكذب على الناس في موضوع اللي هو ما كانش، اللي يقدر حتى يضر الناس. بالك البخار هذا كي تسني فيه بالك راح تمرض اكثر واكثر، بالك راح تبورا قاعيتك لداخل. دونك خاوتي قلت لكم المناعه تاع الانسان وشنو هما الحوايج اللي كيما نقولوا حنا يساعدوا على تقويه مناعه الانسان. حوايج ما راكمش راح تسناوني نقولهم، كاين اللي شافوا واحد لا فيديو درت حكيت عليهم شويه، مي بزاف عباد ما على بالهمش باللي المناعه تاع جسم الانسان الحاجه اللي وشنو هي الحاجه اللي تدمر لك المناعه ديالك؟ الهم والحزن. الحزن خاوتي والهم اكبر حاجه تدمر المناعه تاع الانسان، الحزن والهم والغضب. وكما نقولوا حنايا الانسان الكآبه والحزن والهم والغضب هذو ما اكبر حاجه تقضي على المناعه ديالك. شوفوا علاش واحد كيفقد انسان عزيز عليه، انسان كما نقولوا حنايا انسان عزيز عليه، الوالده ديالو الله يرحم جميع الامهات اللي ماتوا ربي يحفظ لكم والديكم، الام ولا الاب ولا واحد كيفقد انسان عزيز عليه تلقاو هذاك الانسان يمرض يطيح فراش،
يعني الهم خاوتي كيصيب الانسان الجهاز المناعه ديالو يحبس تولي انت ياك شغل مترياجيش كاع، تلقى واحد كيموت له انسان عزيز عليه تلقاه طاح فراش مرض صرا فيه الباطل. راك شايف كيفاش الهم هو اللي يقطع لك هذيك الشهيه، يقطع لك كلش. الهم خاوتي هذا الهم هذايا في القران مذكور، الهم مذكوره، كلمه الهم اصلا مذكوره في القران. والهم هذا خاوتي ما يروحش، احنا الحمد لله. شوف هو كاين عباد يقول لك واش دخل المناعه، العباد اللي ماشي مسلمين يقول لك واش دخل المناعه في القران وفي الصلاه. اما لا خويا العزيز، الهم والغم ما كاش حاجه تقضي عليهم اكثر من الايمان، اكثر من الصلاه، اكثر من قراءه القران. باسكو الانسان كيكون يقرا في القران ولا تحزن، يعني خلاص انت راك تقرا في القران، راك ديجا الكور ديالك اوفون الكور ديالك، راه ديجا راك نحيت الهم والغم على نفسك. كي تكون انت تصلي ما كاش اللي يكون يصلي وحزين، راك شايف كيفاش. بالك تكون نهار كومبلي وانت يا زعفان، كي تحط راسك وتكون ساجد يعني وتدعي لربي، هذاك لو مومو الكور ديالك راه ديجا راه في حاله ماشي نورمال. راك شايف راه في حاله ماشي نورمال، الكور ديالك راه كما نقولوا في حاله تاع روحانيات، راك انسان كما نقولوا حنايا ناسي كاع الدنيا هذه بها بهمومها. دونك خاوتي هذه هي الحكمه وراها في الفرق بين كما نقولوا حنا الهم والغم. وهذا الانسان المسلم اللي خاف ربي وكذا دائما تلقى المناعه ديالو قويه، باش الانسان ما يحزنش. انسان هو شوفوا خاوتي، هي الفكره كاع منين جايه؟ جايه من انسان ضارب الدنيا بكتبي. وعلاش قلت لكم واحد الحاجه تاعك بزاف عباد راح يفهموها، الناس المجانين المهابل تلقاه مسكين يبات برا ما يمراش. علاش ما يمراش المهابل المهبول؟ يعني راح عايش في حاله من راحه البال، عنده راحه البال بيسك. علاش؟ الدنيا هذه سوبريماها، وعقله صاي، عقله ماهوش يخمم في الدنيا، ما عندوش مشاكل. تروح تريح مع واحد مهبول تلقى لا بلوبار من داك تلقى عباد مهابل تلقاها بصحته. راك شايف كيف؟ ماشي اللي راهم دوكا يقولوا مالك جرماني انت جاي بروحك سما انت مهبول. بون خوتي انا نضحك اليوم بيسك، علاش فرحت كي هذاك الشيخ طلياني في عمره 101 ربي شافاه، يعني كيما نقولوا رجع للحياة ديالو وما به والو، يعني برض بها الكورونا صابته تاع الصح وعاود برا منها. دونك خاوتي هذا المرض كيما قلت لكم هو مرض المشكل ديالو ينتشر بسرعه، هذا هو البروبليم الكبير ديالو. وشنو ما نحبش انا الناس اللي راهي تخوف في الغاشي كيما نقولوا خلعتهم لواحد الدرجه كبيره باللي راك كي تمرض بهذا المرض راح تموت. حنا ماذا بينا كيما نقولوا حنا الناس تفهم باللي ماشي مليح هذا المرض ينتقل، هذا المرض ما لازمش ينتقل باسكو يقتل الناس الكبار في اللاج، هذا المرض ما لازمش ينتقل باسكو انتشر في دوله راح يغلقها وراح يدير فيها ازمه وما كاش كيفاش تعاود تسيطر عليه. ودوكا خاوتي حنايا المشكل تاعنا الجزائر، لو كان ينتشر فيها هذا المرض ما كاش اللي راح يعاون الجزائر. راك شايف كيفاش؟ طليان دركا يتعاون فيها بار اكزومبل المانيا، كيما غدوا ان شاء الله المدينه اللي راني ساكن فيها راح يوصلوا امراض من ايطاليا اللي كيما نقولوا شفيا كرانك، يعني عندهم وصلوا لدرجه كبيره بزاف. كيما الطليان دركا ما لقاتش شكون كاع يعاونها، لوروب كاع ضربتها بكتبي، غير الالمان دركا اللي راهي تجيبهم بالطيارات اي تي كيما نقولوا تعاون. وسي توس دي بوليتيك كيما نقولوا حنايا راهم يديروا في البوليتيك باللي باش غدوه من غدوه التاريخ كي تحكي الطليان تقول عاونتنا غير الالمان. وشنو حنايا الجزائر خاوتي كيما نقولوا لا صرا فينا بعيد الشر كيما نقولوا كيما الطليان، ما راك راح تلقى حتى واحد يعاونك. راك شايف كيفاش؟ ما راك راح تلقى حتى واحد يعاونك. سي بور سا الدول راهي تحاول كيما نقولوا المرض هذا اصلا ما ينتشرش عندها باش ما تصرالهاش كيما نقولوا عجز وما ترالاش مشاكل، كيفاش توفر أسرة إنعاش. هو هذا هو البروبليم الكبير خاوتي. بزاف عباد ما همش فاهمين باللي إنسان كي يمرض بالكورونا وتأثر فيه، هما شوف هما اللي يمرضوا بالكورونا من 100 شخص يمرض بالكورونا 80% ما يحسولوش كاع، 80% تجوز عليهم غريب عادي جدا، 10% خاوتي اللي راح كيما نقولوا حنا ينضروا منه بزاف و10% وحدين اخرين راح يموتوا. معناتها خاوتي دوك الانسان كي يمرض بهذا المرض يقدر ما يحسلوش قاعيتك. وشنو راه عندك المرض؟ راك راح تنقلوا العباد وحدين اخرين، راك كيما نقولوا حنايا راح تقتل به ناس اللي مساكن المناعه ديالهم ضعيفه. دونك خاوتي نسيي كيفاش ناخذ الراي اللي راهم كيما نقولوا اي قانون راهم يديروه في هذا الموضوع، نسيي كيفاش كيما نقولوا نتابعوا باسكو راك تتابع فيه ماشي خوفا منهم، ولا راك تتابع به فيه باش انت كيما نقولوا تحمي روحك وتحمي العائله ديالك. وحنايا سورتو خاوتي المشكل تاع الجزائر اللي راح نحكي عليه في اخر الفيديو، الجزائر عندها نفس مشكله ايطاليا. علاش انتشر الوباء في ايطاليا؟ البارح زادوا عاودوها، الوباء انتشر في ايطاليا باسكو في ايطاليا كاينه الحال كاينه الحياه تاع لا فاميليا. عندهم في الطليان 5 جينيراسيون يعيشوا في دار واحده، الجد عمو وليد عمو الكوزان ديالو، فهمتني؟ عايشين في دار واحده وجايبين الدراري ودار كبيره، يمرض واحد
تشب السلام عليكم. تلفزيون في الطليان خاوتي كيريحوا العشيه في الطليان هكا يريحوا يتفرجوا تلفزيون، يريحوا عائله كبيره، يريحوا عائله كبيره. ونحكيك على الطليان طونكو عشت فيها زمان ونحكي لك عليها باللي شغل اللي يعرف الطليان يقول لك ما كاش بلاد اجتماعيه ويحبوا كيما نقولوا حنايا الطليان هكا الطليان الطليان شغل كيما نقولوا حنايا عقليه شغل تاع الجزائر فاهم كيفاش، عندهم مازال عندهم الارتباط العائلي. وهذا البروبليم عندنا في الجزائر خاوتي، هذا البروبليم عندنا في الجزائر باسكو حنايا لي زالجيريان هكا تلقى العم عايش مع وليد عمو عايش مع خالو عايش. دونك خاوتي هاد البروبليم لو كان يصرى في الجزائر راح يصرى لنا بعيد الشر كيما الطليان، يعني يمرض واحد في العائله راح تلقى لا فامي الفلانيه مالوريزمون كاع مرض باسكو حنا عندنا ارتباط العائلي. في الالمان ما عندناش هكذا، في الالمان تلقى شيخ كبير عايش في فيلا وحده، تلقى شيخ كبير واحد اخر ديلار وتريت عايش في بارتما وحده. لي زالمو واحد الكوتي شغل تلقاهم بزاف شغل لاباس عليهم دراهم وكذا، وواحد الكوتي واحد اخر ما عندهم التشتت العائلي، يعني كل واحد لي زالمو ما عندهمش العقليه تاع يعيشوا كاع في دار وحده. لي زالمو يحبوا هذيك تاعك شغل غير تزوج روح دير دارك وحدك، ما عندهمش العقليه شغل تاع الارتباط الاسري. هو حاجه مليحه وشنو في هذا الوقت اللي رانا فيه المرض هذايا الماريوزمون، الدول اللي فيها ارتباط اسري وفيها كما نقولوا الناس يتلاقاو ببعضهم بزاف وعايشين الناس بزاف في دار وحده راح تكون نقطه بزاف سلبيه. لا فيديو لحقت الاخر ديالها خاوتي، نتلاقاو في فيديو جديده مع موضوع جديد. لايك جديد في قناه مالك جرماني، ابوني وفعل زر الجرس باش يلحقوك كل الفيديوهات تاعي وانا في وقتهم. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، الله يعافينا ويعافيكم. السلام عليكم.